خلينا نروح لكابتن حسين كابتن حسين شحاته انا اسف كابتن ناصر عباس الخبير والمحاضر التحكيمي. يا كابتن ناصر ازي حضرتك يا كابتن؟ تحياتي لك كابتن اسلام وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. كابتن ناصر، في بدايه الموسم السابق النادي او اتحاد كره القدم خد من كل نادي 1,150,000 جنيه بناء على اللائحه اللي كانت موجوده قدامنا او الشروط القيد بتاعه السنه اللي فاتت وبتاعت السنه دي. السنه دي زادت 500,000. طيب حتى هذه اللحظه واللي انا اعرفه ان 90% من الانديه دفعت الفلوس دي 1,150,000. لماذا تتاخر المستحقات على الحكام حتى الان 28 مليون جنيه حتى هذه اللحظه اللي انا وحضرتك بنتكلم فيها؟ تمام يا كابتن اسلام، زي ما قلت لحضرتك قبل كده يا كابتن اسلام واتكلمنا في الموضوع دوت، قلنا ان الانديه بتدفع الفلوس مسبقا للاتحاد الكره وهي خاصه بمستحقات الحكام في بدايه كل موسم. والمفترض ان انا هذه المبالغ بتخش داخل لجنه الحكام عشان خاطر تاخد مستحقات الحكام والحكام تاخدها في نفس الميعاد او على الاقل في نفس الشهر اللي هو الحكم بيلعب فيه. او على الاقل في نفس السنه. او في نفس السنه. ولكن زي ما قلت لحضرتك احنا النهارده هذه المبالغ تم تحصيلها في بدايه الموسم، حتى هذه اللحظه الحكام لم تتقاضى مستحقاتها عن الموسم اللي هو يعتبر انتهى، واحنا النهارده بنتكلم في موسم جديد يا كابتن، بنتكلم في موسم جديد للاسف والحكام ما خدتش فلوسها. دي مشكله طبعا انا اتمنى ان هي يعني. طيب يا كابتن معلش انا قلت معلومه يعني برضو حضرتك اكد او انفي او قول لي ما اعرفش، هل 90% من الانديه بالفعل زي ما انا سمعت دفعت؟ كابتن اسلام، هي الانديه بتدفع زي ما قلت لحضرتك ان كل المبالغ اللي هي خاصه بالتحكيم الانديه بتدفعها زي ما قلت لحضرتك مسبقا لاتحاد كره القدم. لا ما هو ممكن يعني ممكن يكون النادي اصله يعني اذا كانت مع القيد زي ما هو مكتوب في شروط القيد، لكن في انديه، طب ما في انديه عليها مديونيات كبيره جدا وتأيد لها لعيبه عادي جدا. لكن المعلومه اللي عندي ان 95% من الانديه دفعت. كابتن انا برضك انا بتكلم في عنصر التحكيم، انا كحكم انا ماليش علاقه بكل الكلام ده، انا ليه علاقه ان انا بشتغل. المفترض ان انا اقبض مستحقاتي على الاقل على الاقل كل شهر او كل شهرين. طب الانديه دفعت او ما دفعتش، هو اتحاد الكره مسؤول يا كابتن، مسؤول عن الكلام ده، وايضا هو مسؤول عن الحكام، لان ما ينفعش ابدا ان الحكام لحد دلوقتي ما تاخدش مستحقاتها واحنا بنتكلم النهارده في بدايه موسم جديد يا كابتن اسلام. طب الحل ايه يا كابتن ناصر؟ لا هو الحل يا كابتن انا بقول اهو، خلي الانديه يعني الاول النظام كان ازاي يا كابتن اسلام؟ ان الحكم بعد انتهاء المباراه بيجي المدير الاداري بتاع الفريق اللي هو صاحب الملعب بيعمل ايصال بيسلم الحكام مستحقاتهم بعد المباراه مباشره. بعد المباراه مباشره، خلي بالك يا كابتن اسلام الكلام ده بيحصل كمان مع حكام افريقيا. فما فيش ما يمنع من فضلك رجع تاني النظام دوت. وبعدين لو انت بتتكلم على الشفافيه ان في بعض الحكام مثلا بتاخد مستحقات مواصلات زياده او كده، لا هذا الايصال اللي هو الحكم بيمضي عليه بمستحقاته بعد انتهاء المباراه بيرفق بيه التقرير وبيبعته اتحاد الكره بيقول لهم ان انا هذه مستحقاتي خدتها من النادي، وبالتالي انت كده ريحت الدنيا كلها يا كابتن اسلام. خلي الحكام تتقاضى مستحقاتها من الانديه مباشره، دي مفيش فيها مشكله. ده الحل الوحيد اللي احنا بقالنا اكتر من 3 سنين في هذه المشكله يا كابتن اسلام. انت بتتكلم على مسابقه الدوري الممتاز، الممتاز به القسم الثالث والرابع ومباراه بطولات الجمهوريه وبطوله الناشئين والشباب. عدد كبير من الحكام وعدد كبير من المسابقات. بالظبط كده كابتن. طيب هل حضرتك عندك معلومه ان من الممكن ان يحدث انفراجه ولو مهما كانت يعني حتى لو بربع الفلوس خلال الفتره القادمه؟ لا انا عشان اكون صريح معاك كابتن، احنا حتى كنا نامل ان هو كان في ميعاد يوم الاثنين، يوم الاثنين اللي مش عايز يجي، الاثنين اللي مش عايز يجي ده. بالظبط كده، وكان تم تحديد هذا الميعاد لان الحكام تاخد مستحقاتها، وللاسف يوم الاثنين مفيش اي يعني مردود حصل من اتحاد الكره تجاه المستحقات اللي هي خاصه بالحكام. طيب انا بشكرك يا كابتن ناصر على وجودك معانا، شكرا جزيلا. كابتن ناصر عباس الخبير والمحاضر التحكيمي. أنا الحقيقة لا أجد غضاضة في إن أنا أتكلم في مثل هذه الأمور، لأنه الحكام ضلع كبير جدا من أضلع كرة القدم المصرية، وبالتالي يجب أن يكون أو لازم الحكام دي تاخد حقها، لازم تاخد فلوسها،
لازم تاخد فلوسها في اقرب وقت ممكن، خصوصا الانديه ما لهاش علاقه، الانديه دفعت الفلوس دي، الانديه دفعت الفلوس اللي عليها.